أخبار اليوم. أنا لسه بتم تصميمه ويا رب يكون فعلا يعني أضبط للتصميم، لأن فعلا تصميماته جميلة جدا وذوقها عالي. رحبوا معي النهارده بمصطفى النجوم اللبناني فؤاد سمير. انا موجوده في ديفيليه بيعملوا الفنان فؤاد سركيس. فؤاد سركيس انا بلبس من عندهم تبع الموضه بتاعته، مختلف الوانه احيانا كتير قوي، بتعجب ناس كتير بلا حدود. ممكن اطلب منه اي حاجه وانا في اي حته، في اي حته في العالم بتيجي. جاي وانا مبسوطه جدا وجايه النهارده مخصوص عشانه. بص دلوقتي البنات كلها بقت تلبس، كل البنات بقت عايزه تشوف ايه اللي نازل جديد وايه الالوان اللي نازله، فده حلو قوي. وبقت البنت المصريه بقت غير ايام زمان، دلوقتي بقت تلبس ما عندهاش بقى لا انا لو لبست كده الناس هتبص لي، لا ما بقاش يفرق خلاص، هي شايفه نفسها عاجبه نفسها باللوك ده، هتفضل لابسه كده حتى لو في الشارع. قدمت فؤاد سركيس في الدوحة من 4-5 سنين تقريبا، من 3 سنين في اول فاشن شو ليه، وكنت مبسوطة جدا انه بقى عنده لاين بريتا بورتي. انا من المعجبين جدا بفؤاد سركيس من ايام شريهان والفوازير وكده، بحب انه عنده الابيليتي انه يعمل كذا ستايل، يعمل السيمبل البسيط ويعمل المبهر اللي بنقول عليه بالفرنش ترو شارجي. وبحب الكات عنده اللي هي بتدي فاليو للشيب اكتر من اي حاجه تانية. مساء الخير، احنا النهارده في باركينج يا جماعه فاشن، بنحضر فاشن شو حلو جدا، مبسوطه اول مره بيحصل فاشن شو في باركينج. بس تعالوا معايا نشوف ايناس علي هتقول لنا ايه رايها. يعني ايناس ايه رايك في الفاشن شو؟ اي لايك بجد، حبيت جدا. وطبعا انتوا شايفين يعني برضو بشارك برضو الفانز وكل الناس اللي انا بحبهم، يعني بشاركهم الفاشن شو الحلو اللي احنا فيه النهارده. وبجد في حاجات جديده وفي حاجات فاشن وفي ديزاينرز عاملين شغل حلو قوي وجديد، فبجد كان نفسنا تكونوا معانا النهارده. يعني ده رأي ناس علي بمناسبة اني انا النهاردة المذيعة يا جماعة. اولا عايزة اقول لكم انا وإيناس اختي كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. يس رمضان كريم علينا يا رب، ويا رب سنة 2015 ورمضان السنة دي يبقى سنة حلوة علينا يا رب، واستنونا بعد رمضان في سيسترز ونحبكم برشا برشا. يس باي.